نحن نهينا المرأة يا سافل يا منحط. البرنامج المقدم ولد مصري يتفاخر بالمصرية أي بممارسة اللواط بتفاخر به، ويجوب دول العالم مفتخرا ومفسدا لما تبقى من الخير في بلاد المسلمين. هو زي ده نحن عندنا في السودان مع الرجال ما بيقعد، ده يجي يقومنا نحن، يجي يورينا انه نسواننا مضطهدات، نسواننا نحن مضطهدات، نحن بنمشي بنشتغل في الخلا عشان نسواننا يكونوا محترمات قاعدات في البيوت، نحن بنمشي نشتغل الليل والنهار، والزول بيجي تعبان مساهر بالليل، داخل البيت مساهر بالليل لحد ما يبرد كرعانه بالمويه عشان بنتنا واخوتنا وامنا تكون محترمه في البيت معززه مكرمه. نحن بنهين المرأة يا سافل يا منحط، نحن بنهين المرأة، نحن المرأة عندنا محترمة والمرأة عندنا مقدرة، لكن اللي بيسمع كلامكم ترى الدراويش المخهم فاضي، ترى الناس اللي انسلخوا من دينهم، الناس اللي انسلخوا من أخلاقهم، الناس اللي انسلخوا من تربيتهم ترى بيسمعوا كلام زي ده. نحن نسواننا الليلة لما تركب الوحدة في المواصلات أي ولد بينزل لها تركب عزيزة مكرمة، نحن بنهين النساء، بتهينينوا انتوا، انتوا المجتمع الغربي بتهينوا المرأة، تسكع في الشارع ولاقي واحد ملطشة، نحن البيت عندنا عزيزة لو درت عريس عرس إلا تجي ويقعدوا أبواتها ويقعدوا أحمامها وأولاد عمها وتأخذها عزيزة مكرمة بعد ما تدفع القروش. نحن عندنا المرأة مكرمة، عندنا المرأة عزيزة، المرأة أم لنا، نحن بنشيلها في يدينا، نحن المسلمين الواحد بيحج بأمه في رقبته شايلة. أتحداكم يا كفرة يا ملاحدة يا فسقة يا مجرمين، واحد منكم شال أمه في رقبته؟ نحن بنحج بأمنا في رقبتنا بنشيلها نطوف بها بالبيت، دل المسلمين في احترام اكثر من كده، في توقير اكثر من كده. نحن الواحد عندنا لمن امه تموت بيسمي بنته عليها، والبيت الواحد امهم بتكون اسمها حليمه بتلقى الولد سمى حليمه، والبيت سمت حليمه وبتخالته سمت حليمه، ده كله توقيرا واجلالا للام عندنا. احنا اتحداك يا كافر يا كفر يا فجره، منو اللي بيعمل ده؟ منو اللي بيعمله؟ وانا كان نفسي اكون مناقش في برنامج زي ده، لانه غاظني موقف بتاع الود المقدم البرنامج السفيه ده، بيقول للراجل الكبير بيقول له انا ما بسمح لك تتكلم بالشكل ده في برنامجي. شوف قلة الأدب والوقاحة كمان. أنا بقول له ما بسمح لك أنت تقل أدبك زي ده في بلدي أنا، ده بلدي أنا ده، تقدر تعلم بناتنا قلة الأدب وتعلم أولادنا سوء الأخلاق وبيتجرأ كمان بينهروا. يا سلام، المغصة كثيرة بتقطعك لما نيجي زول زي ده بيتجرأ عنده لسان، أنت تناقش بشنو؟ هم دول عندهم حجة يناقشوا وتحداهم كلهم، شيوعي ولا ما شيوعي؟ تقدر تناقش أنت؟ تناقش في الأفكار الشيوعية؟ ولسوء حظه وحسن حظنا أن وأنه قد وطئت قدماه السودان، فتنظم نظام من أمه ولدته ما قابلوا إلا في البلد هنا، لأن السودان فيه من القيم الدينية والمحافظ على الدين، وفيه من القيم الأخلاقية المحافظ على مجتمعنا نساء ورجالا ما يلفظ ويرفض مثل هذه التشوهات والأشكال الغريبة الدار تدخل على مجتمعنا. عشان كده لقناه درس في السودان هنا ما ضاقوا. أغلبية الناس في السودان are مسلم مسلمين، ولذلك should be ruled and should be administered according to the Islamic instructions. البرنامج ده ورانا حاجات، ورانا أصالة الشعب السوداني، ورانا الأخلاق العالية في الشعب السوداني، ورانا مروءة الشعب السوداني. قالت we give up religion. give up معناه stop، وقف دين. واحدة ما تحترم ذول شيبة، راجل كبير قدر أبو أمه ما تحترمه، هل ده التحرر اللي احنا دارينه؟ هل ده المجتمع المثالي اللي احنا بننادي به؟ قبحا للشيوعية، تبا للشيوعية. والمرأة عندنا مقدرة، لكن اللي بيسمع كلامكم ترى الدراويش المخهم فاضي، ترى الناس اللي انسلخوا من دينهم، الناس اللي انسلخوا من أخلاقهم، الناس اللي انسلخوا من تربيتهم. أنت يا عاهر بتصفق لها كمان؟ تصفق لها على شنو؟ على وقاحتها وسوء أدبها؟ على اعتراضها على الدين؟ على مناداتها بالحرية؟ على دعواها ومناداتها بالتفسق والعري في الشوارع؟ صفق لها على شنو كمان؟ أنا بقول له ما بسمح لك أنت تقل أدبك زي ده في بلدي أنا، ده بلدي أنا ده، تقدر تعلم بناتنا قلة الأدب؟ شكرا لأي زول رد على الوقاحات، شكرا للجميع، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.